اللجنة المركزية استمعت إلى التقرير الأدبي للسيد الأمين العام وكذلك التقرير المالي، ثم جاءت قراءة تقارير أخرى، المنطلقات السياسية والعقائدية والبرنامج العمل، ثم بعد ذلك التعديلات التي جاءت في القانون الأساسي للحزب، وإن شاء الله سنختم هذا بتقرير لائحة اللجنة السياسية العامة إن شاء الله. فبالنسبة لنا اللجنة المركزية كانت في موعدها الثابت الحالي اللي نحن نجتمع من خلال الجدول أعمالها، حينئذ يبقى بحول الله المؤتمر يوم 11 و12 و13 في شهر نوفمبر المقبل. الشيء اللي قريناه درك والشيء اللي تكلمنا عليه درك والشيء اللي سمعناه من خلال التقارير يعطيك منارات الأولى، ولا سيما المناضلين تاع حزب جبهة التحرير الوطني داركين يعني الأهمية نتاع هذا المؤتمر 11، وسيضيف أيضا حجرة في بناء المستقبلي لحزب عتيد، حزب يريد مجاله. ما نقدرش نقولك لأن هذا أمر يرجع للمؤتمر، فالمؤتمر هو اللي راح يفصل. ممكن ماش ما نقدرش نقولك أنا الآن. برعاية إيمو براو، جان براو.